التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي يزور سلطنة عمان المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام، وبحث معه آخر التطورات المتعلقة باليمن. وكان ظريف قد وصل إلى مسقط أمس الاثنين، حيث أجرى مباحثات مع نظيره العماني يوسف بن علوي. يذكر أن هذا هو اللقاء الإيراني العماني الثاني بين ظريف وبن علوي في غضون 3 أسابيع، بعد أن كان بن علوي قد زار إيران مؤخرا والتقى المسؤولين الإيرانيين. ينضم معنا من طهران مراسلنا حازم كلاز. حازم، ما هي تفاصيل زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى سلطنة عمان ولقائه المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثية، وفي أي سياق يأتي هذا اللقاء؟ زيارة محمد جواد ظريف إلى سلطنة عمان يمكن قراءتها من 3 زوايا، إقليمية ودولية وثنائية بطبيعة الحال. من الزاوية الإقليمية يعني يمكن القول أن لقاءه مع المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام، خاصة أن هذا اللقاء جاء بعد جولة أولى من المباحثات مع يوسف بن علوي، وجاء بعده أيضا جولة ثانية من المباحثات مع يوسف بن علوي. يمكن القول أن هذه الزاوية، أي زاوية الملف اليمني تحديدا، تعول عليها إيران كثيرا في إطار سعيها الإقليمي كما تقول يعني حلحلة الأزمات والتخفيض من حدة التوتر في المنطقة. إيران تعتقد أن البدء من الملف اليمني يمكن أن يقود إلى حلحلة الأمور في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالتوتر بين طهران والرياض بطبيعة الحال. يمكن يشار أيضا إلى أن هذا اللقاء ليس الأول من نوعه بين إيران والمتحدث باسم، أو بين ظريف والمتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثية. سبق لمحمد عبد السلام أن زار طهران، صنعاء أيضا عينت لنفسها سفير في طهران. هذا السفير وتزامنا مع هذا اللقاء كان قد التقى أيضا بوزير الدفاع الإيراني، وجرى تبادل للآراء حول التعاون الثنائي بين الجانبين. هذه من زاوية إقليمية. أما من الزاوية الدولية فلا يمكن إغفال الدور العماني المهم فيما يتعلق بحلحلة التوتر فيما يتعلق بملف إيران النووي والعقوبات التي تفرضها الإدارة الأمريكية. هذا الدور العماني يأتي إلى جانب دور فرنسي ودور ياباني. أيضا لاحظنا خلال الأسابيع الماضية حراك دولي كبير، أو حراك إيراني على الساحة الدولية، وتحديدا خلال الزيارة التي قام بها روحاني إلى اليابان، والحديث عن مقترحات جديدة من اليابان ومقترحات جديدة أيضا من إيران فيما يتعلق بهذا الموضوع. وسبق ذلك مشاركة روحاني في القمة الإسلامية المصغرة في كوالالمبور. أما من الناحية الثنائية فطبيعة الحال إيران في ظل العقوبات والحصار المفروض عليها تبحث عن رئة لتتنفس منها، وربما العلاقات الاقتصادية مع عمان إحدى هذه الرئات التي تساعدها على الالتفاف على العقوبات. شكرا لك مراسلنا حازم كلاس، كنت معنا من طهران.